انا نوب. انا نوب. وشيت انا نوب يا ربي. يس والله هرب. ويلي. وشيت اسطوري مان. اوكي الرجلة هوني، شوفوا الايم الاسطوري، الايم كل شيء احمر، يعني هذا الشيء اسطوري. كلكم تتمنوا هذا الشيء، كلكم تتمنوا انه يصير عندكم ايم مثل هذا، لكني انا اليوم باش نحقق لكم امانيكم وجبت لكم هذا التطبيق البرازيلي اللي فيه كل الخصائص كل الميزات. اصلا انت لما باش تستعمله باش تقول هذا اكيد سكريبت وهذا شك فيه، باش تقول هذا التطبيق للهاك. المهم يا الرجلة هذا التطبيق موثوق به 100%، ننصح باي واحد يحب يحسن من الايم، يحب يحسن من سرعه الحركه، يحب يحسن من اي شيء في لعبوا هذا التطبيق، يعني مصنوع لك انت خصيصا. المهم رجلة في هذا الفيديو يعني جبت لكم يعني شرح خاص، شرح بالتفصيل لهذا التطبيق. المهم رجلة مش نحبش نقعد يصير نحكي على التطبيق. هيا يا رجلة قبل ما نبدأ في هذا الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام، لايك وفولو، انت بسم الله نبدأ. المهم الرجل عديت دقيقة كاملة وانا احكي في المقدمة واحكي على التطبيق وانا الى الان لسه ما ذكرت اسم التطبيق. اوكي هذا هو اسم التطبيق موجود امامكم، اسمه ماكرو ام اس اي سنسيبيليديت برو. اوكي هذا هو اسم التطبيق، يعني تطبيق اسمه بالبرازيلي، اسف اذا اخطأت في الاسم او نطقته بالغلط. المهم الرجل يلا خلينا نبدأ بسرعة في الشرح يا اساطير. اوكي رجلة وهذا هو التطبيق متاع الماكرو البرازيلي. يا سلام لحظة بركة خلي ينفتح بتشوفوا الشيء اسطوري، يعني فيه خصائص هذا التطبيق اوبسيونات مش نورمال. اوكي اني كيسي ولا مش عارف عليه، انا مش برازيلي، خلينا ندخل. يا سلام اوكي الاكس والايجريك هذه نحطها 915 لحظة. اوكي والدي بي اي نحطه 700 والاول نحطه طبعا ابليكر. اوكي يلا هذه نحطها على الاخير وحطوا انتي لاج انتي باج، حطوا يعني بارد جلو سبيد، يعني اذا يعني لما جيت تحط الثلجه تسرع لك، يعني لما جيت تحط الثلجه. جي اف اكس تول حطوا نفعلوهم كلهم. اوكي الجنرال اوكي يلا على الماكس ريد دوت، يعني هذا زر الاطلاق وهذه اوكي يلا كلهم نفعلوهم. يلا بوستر اوكي يلا حط يلا هون نحطه في الرام، نختاروا الرام 8 وهوني اوتو هيت شوت 90 اف بي اس 60 اف بي اس، هوني جي اف اكس تول بوستر تول يلا لانس وشيك بوكس. اوكي يا رجل بتشوفوا الشيء اسطوري، يعني شوفوا هذا الشيء يعني خليك الهيت شوت، يعني تلقى شوف هذا ما عنده ولا دخل بالباند، ما تقوليش فيه باند وما تقوليش فيه كذا على خاطر رجل انك انت ما لعبتش بملف اللعبة، باقي قاعد تستعمل تطبيق فوق تطبيق اخر. اوكي يلا يا رجلة اوبن جيم يلا اسطورة كما شفتوا فتح اللعبة اوتوماتيك وحده، يعني هذه التطبيق مربوط اوتوماتيكي باللعبة. يلا خلينا نفتح اللعبة ونرجع لكم. اوكي وهاكم هوني يا رجلة كما قاعدين تشوفوا هان هوني انفتحت معنا في الريفاير، وكما تشوفوا الرقم الاحمر والهيتشوتات، يعني هذا الشيء اسطوري، يعني نقص من اللاج، يعني اللاج خفف معانا، وكما تشوفوا الحساسية زادت بشكل رهيب وشكل اسطوري. يعني هذا التطبيق انا انصح به اي شخص حابب يعني يحسن من الايم متاعه وحابب يعني لما يحز الايم يكون متأكد انه راح يجيب الرقم الاحمر. وبخصوص الاساطير اللي يقولوا انه هذا التطبيق فيه الهاك وفيه كل شيء وفيه البان، لا يا اسطوره هذا هو التطبيق، يعني انت فقط فتحت تطبيق على تطبيق فري فاير، انت لم تلعب بملفات اللعبه، يعني انك كانك لم تضيف يعني سكريبت او ملف اخر على فري فاير لا في الداتا ولا بالاو بي بي، حتى لو كان جي سكريبت يعني هكا كما قاعدين تشوفوا يضرب في الاصفر، يعني سكريبتات يعني اغلبيتهم ما يضربوش الاصفر هكا كما تشوفوا، يعني هذا تقريبا يرد لك عندك 60% 80% الهيت شوت تكون مضمونه والباقي عليك انت يا اسطوره. المهم يا رجله هذا هو كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، ان شاء الله تكونوا الاكثر والاكثر انكم استفدتوا من هذا الفيديو من هذا التطبيق باختصار. المهم يا الرجله هوني كما قلت لكم وصلنا لاخر الفيديو، ما تنسوش يا الرجله تصلوا على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام، نلتقينا الفيديو الجاي، دمتم في رعايه الله.